الصور الأخيرة لجنود الاحتياط في الجيش الإسرائيلي يخرجون من قطاع غزة ويقولون بوضوح تم إطلاق سراحنا، انسحبنا إلى الجانب الإسرائيلي دون حسم المعركة. كيف تقرأ هذا الموقف؟ عمليا ليس مهما ما يقوله جنود الاحتياط، في الكابينات يجلس وزراء ويقولون بوضوح أنه لا يمكن أن نصل إلى الهدفين معا، تحرير المخطوفين بزمن قصير وتدمير حماس لا يصيران معا. أولا القوة التي استخدمناها في الستين يوم الأخيرة، ونسمع كم من القوة وكم من المخربين قتلنا ودمرنا هذه الفتحات وهذه الألوية، لم نجلب مخطوفا واحدا.